FM. الكلمة ليك. نمشي إلى صفحة العاشرة ولهنا باش نحكي شوية على أمراض البلاد التونسية. 30 حالة سجلت في 2015. أطفالنا ينتحرون لماذا؟ من أهم السوتيتر في هذا المقال هو غياب الحوار في المدارس والأسر من أهم الأسباب. ظاهرت انتحار الأطفال اللي هي قاعدة تتفاقم بشكل ملفت للانتباه. نسوريسكو نهرت لحد الفرد في القيروان الوليد جاسر عمره 15 سنة. طبعا زادة شوي بش نحكيه عليه لأنه يلزمنا نرجع لظروف الدفن متاعه كيفاش صارت. شيء يوجع القلب ولكن بعد شوي. فقط نرجع على الموضوع هذايا. وقبل ما نخلي لك التعليق سراجاء فرحات نحب نربط مع جريدة الضمير اللي ألاؤون تقريب تقول تدهور الواقع المدرسي والظروف الاجتماعية الصعبة أهم الأسباب. علاش؟ لأنه حوالي 120 ألف تلميذ ينقطعون عن الدراسة سنويا في تونس. دونك صفحتين ملف حول هذا الموضوع. فما أرقام رسمية تقول أنه الوليدات اللي غادروا في ظرف سنة تقريب 107 ألف، في حين أنه حتى جهة أخرى تقول لك الرقم يوصل إلى 120 ألف تلميذ ينقطع عن الدراسة سنويا في تونس. وبالطبيعة المنقطعون عن الدراسة فريسة المخاطر الاجتماعية ولا بد من إسعافهم بمجالات أخرى، لأننا نحكي حتى على استقطابهم للإرهاب. مأساة كبيرة في مجتمعنا، مأساة لعائلتنا الفقيرة بصفة عامة. ما سماش عدد كبير من الطبقات المترفهة معناها اللي تعيش المأساة هذه، لأن عندها فلوس، لأن الوليد ما ينجحش مثلا في السنة الأولى السنة الثانية تستغني عليه المدرسة، حتى المدرسة خاصة طبعا قطاع يقولك هذا بشي يكون مثل سيء لرفاقه فيستغنوا عليه ولو أنه بوه يخلص برشا فلوس فيدوروا من مثل. نتكلموا على الأغلبية من متاع الناس، يعني الحمد لله الأغلبية متاع تلاميذنا راهو ربع الشعب التونسي يمشي المدارس كل يوم، مليونين ونص ما نساوش. لكن حكم الإعلام هو أنه يعني يهتم بهالهامش بهالمنقطعين عن التعليم بهالأولاد اللي محكوم عليهم اجتماعيا بنوع من التهميش الدائم، فتلقاهم في الشوارع وتلقاهم ساعة مساكن يبدأوا حاشمين بمصيرهم. يعني هناك وزارة التربية القومية ويجب أن تكون هناك كتاب الدولة للطفولة. عنا وزارة المحرومة. كاملة عنا وزارة كاملة سيراجي. نعرف ومنش وصلي. احنا برامجنا هذه البرامج الاجتماعية عدا اي المفاوضات بين اللوتيكا واللوجيتيتير انا ما نعملوش في حاجة كبيرة ياسر. ثم ناس ثم اطارات من وزارة الطفولة من وزارة الشباب من كذا، لكن ما عندهمش امكانيات. نقولوا الحقيقة كما هي، نعرفوا اللي يسمى مأساة في التكوين. التكوين هو لا دوزيام شانس، التكوين في المنظومة التربوية التونسية هو لا دوزيام شانس بالنسبة للشباب اللي ما نجمش يتبع الكورسوس المسيرة نحو البكالوريا وكذا. نعرفوا اللي بالنسبة للمليونين ونص هذوما ثم صفوة نخبة صغيرة توصل للبكالوريا، وبعد ما توصل للبكالوريا ما ترجحش، هذه كزادة عندك شريحة أخرى. وبعد في الجامعة الناس كل تدخل سنة أولى حقوق في ساقس في سوسة ولا في تونس ولا في غيرها، تلقى 1500 طالب في السنة الأولى بدأوا في الامفيتياتر وشيخين بشيء، لكن في آخر العام تلقى 100 تعدوا للسنة الثانية، 200-250 فقط ما يوصلوا للأستاذية وما يوصلوا لأخر المطاف إلا وأنت عندك يعني هذوما الناس اللي متروكين على قارعة الطريق والديبلومي اللي جزء كبير منهم زاد بعض بشعر في البطالة هذا المسلسل الرهيب اللي خص الشباب التونسي واللي ونقولها بكلمة حق ما لقاتش اهتمام كبير ولا إمكانيات كبيرة، على خاطر هذا كله راهو منجم للطاقات البشرية. هالوليدات هذوما راهو تلقى فيهم ناس نوابغ لكن النبوغ متاعو ما يتماشاش مع المنظومة المدرسية. بعد ثم منهم اللي يعديوا البكالوريا ليبر وينجحوا،
يخرجوا من القهوة يمشي البكالوريا وينجح، موجود النسبة هذه موجود، لكن من سمحني سيكون مهندس هذه الشريحة من المجتمع؟ فما اليوم مسؤولية الدولة هذه متفاهمين فيه، وبعد ممكن في درجة ثانية المجتمع ككل. لكن سؤالي ليك سي رجب بسرعة بركة، نعرف الوقت فاهم 30 سكوند قبلها، ويقول لك ما كانش عندكم ضوء، ما كانش عندكم ماء، وتقرأوا على شمعة وغيره من الظروف الصعبة دي، وكنا نراو نوابغ كمام. اليوم ممكن الظروف تحسن شوية، ممسي متفق معك جزء من أسر متاع تلامذة ذوما تعاني الويلات خاصة اجتماعيا وماديا، معناها حتى تكون عندك تلزة في الدار أو تلزة في الدار والفريجيدير، معناها هذه من 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 المراجع في المستوى العيش وكذا، وعندك فم مقرونة وفم حمصة كل يوم، لكن هذا ما يزيش الحاجيات أكبر بكثير من هذا. يعني مستوى الفقر لا يعني شيئا في الحقيقة، لا يعني شيئا، هو المستوى النفساني، هو الإحاطة الاجتماعية. يلزم هذه كما عمل سيناجي جلول، فتح المدارس للدروس الخصوصية للتلاميذ ولا شيء، يعني المدرسة ولا تحتضن، يلزمها تحتضن زادها الشريحة هذه. الكلمة ليك